برحب بكم أحبان المشاهدين في كل مكان في العالم وحلقه جديده من برنامج انت تسال والانجيل يجيب يسعدني ويشرفني في بدايه حلقه اليوم بقوم برحب خادم الرب الدكتور حليم حسب الله برحب بك يا دكتور يا اهلا بك يا خاند. ربنا يباركك متعيش. دكتور ما زلنا موجودين تحت عنوان هل الخلاص حقيقه ام بدع او فلسفه بشريه آه كنا بنتكلم عن برغم علم الله السابق وبرغم ان الرب هيعرف وعارف مسبقا الانسان هيحصل فيه ايه لكن على الجانب الاخر الرب اعد الحل مسبقا ايضا واعد الحل من جنبه هو وبطريقته هو واعطاه للانسان مجانا تكلمنا عن دو موضوع ابليس ان ابليس من البدايه بكامل ارادته ايضا فضل الاستقلاليه عن الله لانه اخطا من كامل لانه كامل كان كامل الجمال وملان حكمه وهذه الحكمه قاد نفسه من خلالها ان يستقل وينعزل عن الله بنوصل لمرحله انه مرات الانسان زي ما حضرتك بتقول بيسمع لصوت الشك من ابليس ويبدا يلوم الله مع ان على الجانب الاخر الانسان مش قادر بسبب صوت الشك اللي جاي من ابليس مش قادر يشوف الجانب الايجابي دايما شايف الجانب السلبي ليه ربنا يعمل كده ليه الله بيسمح بظروف ليه اوجدني من الاساس طب ما هو عارف ليه خلق الانسان ده جانب سلبي لكن في جانب ايجابي ان الله قدم حل ما كلفش الانسان بيه حاجه وقدمه مجانا قبل أن ألوم على الله مم. لازم أجاوب على السؤال ده أين أنا من الله؟ مم. ما أقعدش أتكلم على الله وأنا منفصل عنه بالضبط. يعني علشان تقول على الله الله عمل حاشا أن يكون ظالم وتقول الله ظالم مم. على الأقل تتعرف بيه يعني أنت لما تتكلم عن واحد يكون لك سابق معرفة عنه مم. ابسط الاشياء ومعرفه حقيقيه مش معرفه حد قالها لي من الخطا ان انا اتكلم على شخص ما اعرفوش واقعد ازم فيه واقول اصله ده صفاته 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 واحد قاعد يقول لي تعرفه حضرتك اقول له لا يقول انت مفتري لأنك انا كنت يبقى اذا انا علشان اتكلم على شخص لابد ان يكون لي سابق معرفه به بالضبط. انا عاوز اقول لاصحاب الاسئله دي كلها اين انتم من الله هل له سابق معرفه بالله الكتاب يقول تعرف به وكن معه في سلام بذاك ياتيك خير تعرف بيه قرب منه خد على خاطره وقال له اعلن لي عن ذاتك احب اتعرف بيك ما هو لو اتعرف بيه اتسقط كل الاسئله دي انا افتكر في قبل ما الرب يدخل لحياتي م. واختبر نعمه الخلاص كم هائل من الاسئله كانت تحوم في ذهني كنت اسال الخدام اللي بيجوا بلدنا واتكلم معاهم واسالهم يؤسفني ان كان في اللي يقدر يجاوب إجابة بحسب حسب تقديري ركيكة وفي اللي كان يهرب مني ما حدش بيجاوبني وكنت متضايق من هذا الموضوع لكن لما قربت منه واتعرفت بيه بل عرفت منه كل الأسئلة اللي كانت تحوم في ذهني وقعت لقيت الإجابة وقعت لأن هو الجواب لكل سؤال ما نقعدش نتفلسف على ربنا واحنا بعاد أين أنت من الله؟ الله بيحبك الله بيعطيك الخلاص وعاوز يخلصك، إذا كان هو بيقول أنا المخلص وليس أخذ. مش أنا المشكك، مم. أنا المخلص مش أنا المهلك، مم. يبقى أنا أروح لمخلص ولا أقعد أتفلسف لغاية ما تضيع مني الفرصة. مم. واحد زي أيوب مثلاً، حصل اللي حصل في حياته، مم. هل الله ما كانش عنده علم؟ عنده عنده علم، لكن حط الإنسان ده في الامتحان، مم. نطق أيوب بما لا يفهم، مم. هو اللي قال <applause> وقال كلام عن الله يعني معلش انا هقول ان ايوب اتكلم مع انه لو سابق معرفه بالله لكن سابق المعرفه لم يعرف الله في كمال صفاته وروعه شخصه <applause> حتى ان نطقت بما لا افهم احط وجهي في التراب انا انسان اندم ندم واتكلم لان نطق بكلام لا يفهمه الرب <applause> لما قال له أتستذنبني ايوب منطق حكوا تفضل لي بقى كنت فين لما أنا عملت وعملت وعملت وراح سرد لي أسئلة كثيرة اتقفل بقه مم. أنا أعتقد كل السائلين اللي بيسألوا مم. لو الله ترى ليهم كأيوب كل واحد مم. عفوا في التعبير يشوف المكان يستخبى فيه <applause> وده لا يحصل في يوم القضاء والدينونة مم. يقول الرأي رأيت ملوك الأرض والأغنياء والأمراء وأصحاب الجزر كلهم أخفوا أنفسهم في المغاير وفي شقوق الجبال قائلين اسقط علينا وغطينا من وجه جالس على العرش دلوقتي بيتكلم وبطول لسانه لكن بكره بدور له على مغاره يستخبى فيها خلينا نحكم عقولنا معلش يا خاندرو اتفضل وفكر بطريقه صحيحه سليمه عشان كده قبل ان تسال سؤال اتعرف بالشخص ولما تعرفه تقدر تحكي عنه يعني النقطة الأولى البداية الأولى الحسنة في طريق معرفتنا للخلاص معرفة الله نفسه بالظبط تعرف مم. بالله وهو اللي قال كده في الكتاب تعرف, تعرف به وكن معه في سلام مم. لا يعلم كل من يؤمن به بل تقول له الحياه الابديه مم. فتحل السكه وبيقول لي اقتربوا مني مم. ارجعوا الي التفتوا الي تعالوا الي من امن بي ان عطش احد فليقبل الي هيقول ايه اكتر من كده لكن لا احنا راجعين ولا مقتربين ولا ملتفتين ولا مؤمنين ولا حابين بس قاعدين نتفلسف يبقى اذا مش الخلاص فلسفه م. لا يبقى عقل الانسان هو الفلسفه بزرق. اما الخلاص فهو حقيقه م. واعتقد دي ده شيء لا يمكن التنازل عنه م. ان فلسفه الانسان تحرم الانسان من خلاص نفسه وذلك كفانا من الفلسفه تعال نقبل انت عارف لو ترك السؤال او ترك الامور لعقل الانسان م. انت سالت كذا سؤال لا ده انا بقولك ازاي واحد يبلعه الحوت يقعد حي ثلاث ايام؟ لا من جهه الاسئله اسئله كثير انت تسال؟ مم. عدل على ربنا بقى أقول بدلا ان اقبل الهديه والعطيه المجانيه المجانيه مم. المعطاة لي بالنعمه الالهيه مم. واقول له ممنون اشكرك كثير لاجل نعمه الخلاص اللي توهبتني اياها ولاجل الستر اللي سترتني به صبرك برك لبسني لبستم المسيح مم. بدل ما اقول له اشكرك ضمير ارتاح من لحظة ما قلت لي سماح بدل ما اقول له اشكرك لانك ضمنت لي ابديه سعيده مستقبل ابدي مجيد بدل ما انا اقول له الناس تعبانه حواليا وتصرخ وبتبكي وانا مستريح ورافع راسي في وسط ناسي بدل ما انا اسجد لي اقعد اجدف واتكلم على الله يا سلام يا سلام يا بيقول في رسالته ان الله يديني الكلمات الصعبه التي نطق بها اناس اشرار على الرب أنا مش بدافع عن الله لكن أنا باخد في طريق إيجابي لخير الإنسان وخير المشاهد هو بيأذي نفسه بضر نفسه م. كل أمور الله معروفة من الأزل والله ما بيخطئ يده لا تخطئ فيما يفعل صحيح إنه يفعل الصحيح م. وما نراه خطأ فهو عين الصحيح صنع الكل حسنا بالضبط كده لا يخطئ الله فيما يفعله بس كما علت السموات عن الأرض علت أفكار, علت أفكار الله عن أفكارنا م. أنا مش بقول إن عقلنا يبقى في عطلة، لأ أفكار الله سامية وعالية. إذا استطعت أن تضع الله في حدود محددة في عقلك، في حفرة عقلك، تستطيع أن تضع كل أمور الله في حفرة عقلك. ولا يمكن إن أنا أضع الله في حدود نقطة في عقلي. طيب، يبقى إذا أمور الله مثل الله. بالظبط. فهي عالية جدا كعلو الله. م. فكيف أدخل فيما لا أفهمه؟ وكيف أنطق بما لا أعرفه؟ امين ربنا يباركك لكن عجبني قول حضرتك قلته في في الحلقه هنا والحلقه السابقه انا مرات كثيره جدا نغمض عينينا عن الجانب الايجابي عن الحل المجاني اللي الله قدمه ليا عن الكلفه اللي هو قام بيها بنفسه وامشي ورا صوت ابليس مشككا في صلاح الله النهارده الرب بيقولك يعني صحح فكرك صحح اتجاهك بدل ما تقف في المكان اللي بتحاول تشكك فيه وتتساءل عن الله وتسال الله وتحاجج الله النهارده اقبل بص من منظور اخر ان الله مش عايز منك حاجه الله عايز يديك لخيرك بس النقطه الاولى تعرف به اعرف الله بشكل شخصي من خلال علاقه شخصيه من خلال انك تلبي الدعوه الشخصيه اللي الرب بيواجهها ليك بشكل شخصي انا واقف على الباب واقرع ده انت بشكل شخصي انسى ما حصل ده قرارك انت النتيجه هيدخل هي وياتي من الله الذي هو الجواب نفسه هيرتاح قلبك ويرتاح ضميرك وترتاح نفسك وتنال الحياه الابديه ربنا يبارككم على وعد في لقاء جديد من برنامج انت تسال والانجيل يجيب ورب معكم